ممكن انت شايف قدامك دلوقتي نقابة المحامين بتنظم وقفة مساندة لغزة وبتعيد احياء وتفعيل لجنة القدس. ياه ده من وانا صغير. استاذ عيسى ابو عيسى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، اهلا بيك. واحنا طبعا بنشيد وبندعم الجهود المصرية والقيادة السياسية المتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصوله لحلول لدخول المساعدات والقافلات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة، ونفتخر بالقرار القوي للسيد الرئيس بمنع خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح قبل دخول القوافل إلى قطاع غزة، موقف قوي لرئيس لجمهورية مصر العربية، تحرك في الوقت المناسب وبقوة. كامل الشعب المصري بيدعم الرئيس في موقفه وبندعم القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية في قلب كل مصري وفي قلب كل محامي، ونقابة المحامين يعني نظمنا أكثر من وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، آخرهم النهاردة وقفة كانت النهاردة على مستوى النقابة العامة وكل النقابات في كل محافظات مصر، وقفة للتنديد بالاعتداءات القوات الصهيونية ضد الأبرياء والأطفال والمجازر والعمليات الإبادة الجماعية ضد الأبرياء والأطفال من الشعب الفلسطيني. نقابة المحامين نظمت تلك الوقفات ضد الاحتلال الصهيوني، وعملنا دعوة لمقاطعة منتجات كل الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل. وطبعا شكلنا لجنة وإحيائها زي ما حضرتك قلت، لجنة القدس، ولجنة مهمة أخرى لجنة إغاثة إنسانية. طب أستاذ عيسى، هل حصل تنسيق ما بين النقابة عندنا وما بين اتحاد المحامين العرب؟ أنا أتذكر زمان كان في تنسيق رائع الحقيقة، وكان دايما الأستاذ فاروق أبو عيسى رحمة الله عليه، يعني كان رئيس اتحاد المحامين العرب، كان رجل الحقيقة عروبي بامتياز، وكان منسقا بارعا لمثل هذه الأمور. حجم التنسيق اللي حصل ما بين الاتحاد عامل إزاي؟ الوقفة الأولى دي كانت بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب. حلو. الاتحاد كان على مستوى كل الدول العربية، كان حدث الاثنين الماضي وقفة في جميع الدول العربية في نقابات المحامين لدعم القضية الفلسطينية، وإن شاء الله في اجتماع موسع لكل الدول العربية لكل نقابات الدول العربية إن شاء الله، وغالبا هيكون في مصر إن شاء الله قريبا، يعني لدراسة الملف بالكامل. الجرائم اللي بتحصل دي جرائم يعني ضد الإنسانية، دي جرائم لا تسقط بالتقادم. هنحتاج ان احنا نكون فريق من كل الدول العربية لنسق مع بعض لتشكيل فريق قانوني من نقابة المحامين المصرية ومن كل النقابات الدول العربية لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم والمحافل الدولية وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية. يا ريت ضد جرائم العدو الصهيوني، ونوثق ملف كامل لجرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية اللي كل العالم شايفها. هل في تواصل؟ يعني أنا أتفق جدا في إنه نقابة المحامين المصرية دائما ما كانت في الطليعة. هل في تنسيق ما بيننا؟ احنا خلاص فهمت ان في تنسيق ما بين النقابه وما بين اتحاد المحامين العرب بطبيعه الحال وكافه الاتحادات اللي موجوده والنقابات اللي موجوده في المنطقه. هل هنبدا نعمل اتصالات بالنقابات المماثله والاتحادات المماثله في اوروبا وامريكا الشماليه؟ ما هي دي الخطوه الاولى. بالامس كان في اجتماع لكل النقابات المهنيه بمصر في مقر نقابه الصحفيين، وحضروا كل مجالس النقابات المهنيه، وتم الاتفاق انه هنخاطب كل النقابات والمؤسسات على مستوى العالم. الامر يعني مجازر اللي بتحصل في الشعب الفلسطيني، لا كل الشعب المصري اتحرك ومستعد ان احنا نتحرك، ومستعدين ان احنا كلنا نتحرك على الحدود وما نرجعش الا لما القضيه الفلسطينيه ان شاء الله تتحل. وبنرفض طبعا اي مساس
بسيناء ونرفض التهجير القسري اللي بيحصل ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية كما قال السيد الرئيس. صحيح. احنا مع القضية الفلسطينية واحنا طول عمر الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني وشريك اساسي في كل المواقف وكل ما يخص القضية الفلسطينية. احنا مستعدين نتبرع بكل غالي ونفيس من اجل القضية الفلسطينية. بدأنا بالتبرع بالدم وحملات للتبرع بالدم مع التنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر، ومستعدين ان احنا نتحرك على الحدود لو القيادة السياسية امرت بدا. احنا الشعب المصري كله على استعداد تام ان نضحي عشان القضية الفلسطينية وعلشان الشعب الفلسطيني وعلشان اللي بيحصل طبعا في غزة ده يعني غير آدمي، وموقف القيادة السياسية احنا بنفتخر بيه وبندعمه، واحنا ورا السيد الرئيس في الحفاظ على مصر وعلى سيناء ودعم القضية الفلسطينية واسترداد الشعب الفلسطيني لحقه فلسطين عربية وعاصمتها القدس بإذن الله. بإذن الله بإذن الله أستاذ عيسى، إن شاء الله يعني ربنا يكلل كل النجوء كل الجهود بالنجاح. كل الشكر أستاذ عيسى أبو عيسى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.